صباح الخير متابعيني. احنا الحين في بني مالك، ما تشوفون كيف الجبال؟ شيء مخيف من ناحية الارتفاعات. وبيوت على سفوح الجبال. شايفين كيف الأرض مدرجات صايرة، أو الجبال عفوا مدرجة. صباح الخير متابعين، متواجدين حاليا في مزارع وادي العين للبن الخولاني. ناخذ جولة هنا معاكم ونشوف. البن الخولاني تعتبر من أقدم مزارع البن، طبعا تحتوي على 5000 شجرة بن، تنتج 5 أطنان سنويا. قدر عمرها الزراعي من بين 450 إلى 500 عام عمرها الزراعي. بها الجسر المعلق، فيها مشتل يحتوي على 4000 شتلة من نفس السلالة. حاولنا أن نتوسع بإذن الله، المرحلة القادمة بيكون العدد أكثر من الموجود، وحنا نحاول نستهدف تقريبا يصل إلى 7000 إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. يتسوق في الأسواق، يتسوق على طول، المحصول أصلا ينتهي بفترة قصيرة وهو منتهي، يعني الطلب كثير والجودة عالية في المنتج. استحدث شيء جديد في المزرعة كوسيلة جذب سياحية، فقلنا الجسر المعلق. طبعا الجسر المعلق يمتد على ضفاف الوادي، يربط الجهتين، يمتد بطول 52 متر وارتفاع 10 أمتار. افتتح سعادة المحافظ في تاريخ 5/1 تقريبا قبل 3 أشهر من اليوم. 3 أشهر. في نهاية الجسر هناك بنشوف المشتل وبنشوف الكوفي ونشوف. والله حتى التخضخض هنا مستمر. خير. من المعلومات اللي حصلتها هنا عندكم موجودة أشجار كاكاو. نعم. أشجار الكاكاو، الموز البلدي، الشاهي الأزرق، العنب، كلها مزروعة وموجودة في المزرعة. شو كل هذه موجودة هنا؟ 500 شتلة بن خولاني. هذه أشجار شتلات البن. نعم. البن الخولاني من نفس سلالة المزرعة. الخولاني. للبيع ونتوسع فيها. هذه الزهرة، هذه هي اللي نستخدمها في الشاي. هذه اللي تطبخها، هذا الشاي الأزرق. نقطفها ثم نطبخها في زي أي شاي، يطلع لون الشاي أزرق. حلو. طبعا سبحان الله في الليل الزهرة تكمش على بعضها. تنام الزهرة وفي النهار تفتح. سبحان الله. هنا راح يكون في مقهى مثل ما تشوفون، مطل على البن. نحاول ايش ننظف الطبيعة، نخليها زي ما هي، الأخشاب هذه كلها من المكان، من نفس المكان. مغامرة جدا جميلة. الجسر المعلق. هذا متحف القهوة. طبعا هذا متحف القهوة والبيت الجبلي القديم. حلو.
هذا البن. طبعا هذه اللي بعطيكم كلمة تعريفية بسيطة. ايه. هذا نسميه الجراب. حلو. الجراب طبعا مصنوع من جلد الغنم، يستخدمه المزارع وقت الجني. الطريقة هذه، شوف الطريقة هذه، من يرقي السلم. اي حلو. ايه. نعم يجني في الأرض. وسيلة المزارع جمع الحبوب. هذه القعادة نسميها القعادة اللي هو السرير. طبعا مصنوع من خشب وجلد البقر. طبعا هذه عمرها تقريبا 70 أو 80 عام. هذه قعدة جد رحمة الله عليه. هذه الرحى نسميها حنا بالرايق. نسميها رايق. هذه الطحن هو يستخدم موية يفوحونها ثم. هذه الدلة أول. أي هذه الدلة الرئيسية. كبيرة. ثم يستخدمون الدلة هذه المسطحة. طبعا هذا اللي هو تسمونه أنتم النجر، بس حنا نسميه الملك، اللي هو وسيلة الطحن. يطحنون فيه البن طريقة هذه. طبعا هو من الخشب والحجر. هنا البن بعد التجفيف، هنا بعد التجفيف يكون بالشكل هذا. وقت التقشير نقشره، نفصل القشرة عن الصافي. طبعا هذه القشرة الخارجية، طبعا هو قشرتين، قشرة خارجية اللي هي هذه، وعندك القشرة الداخلية اللي هي هذه الطحة. طبعا الداخلية تكون أخف من القشرة الخارجية. وهنا الصافي، هذه الصافي، ثم ينظفون داخلها ويبخرونها بنوع عندنا من أنواع العود زي كذا، لها جاوي؟ لا لا، بخور عندنا مهم. يبخرونها عشان يكون اللبن طعم مختلف. وأساسا قرع. هي في الأساس قرع. عشان هم طوعوا يقول لك الحاجة مو الاختراع، فاخترعوا اللبن هذه الطريقة. هذه غابة بن. نعم هذه أشجار بن. شو شلون صايرة؟ هنا شجرة، هنا ثمرة البن. شوفها. باقي خضراء نخلي هذه ما نقطفها، هذه الحمراء خلاص مستوية نقطف. هذه الحمراء طبعا لها طريقة معينة في الجني، يعني ما أي طريقة، أنك تجنيها بالطريقة هذه، لف ثم انسحب طريقة ما تخرطها خرط أو تسحبها سحب عشان ما تجرح الشجرة في السنة الجاية ما تثمر. مكان ولا أروع، شاهي القهوة وسط الغابة. فالمتابعين المكان يستحق الزيارة. اللي بيزور جيزان لازم يمر هالمزرعة هذه. صحيح ان الطريق متعب لكن يسهل العنوة. فعلا فعلا مكان في غاية الروعة. هذه كانت زيارتنا وتغطيتنا المزارع وادي العين في بني مالك. زيارتنا ورحلتنا اللي استمرت 3 أيام في جيزان، صراحة رحلة جدا ممتعة استمتعت بها. استكشف فيها جيزان لأول مرة أزورها. تستاهل وتستحق أكثر من 3 أيام. فيها أماكن كثيرة ما زرناها ولا غطيناها، لكن إن شاء الله نقدر نغطيها في الزيارة القادمة. شكرا لأهل جيزان على كرمهم وأخلاقهم وطيبهم وتعاملهم الراقي الخاص. عندي جدا رسائل عدة، يمكن راح أعرض لكم جزء منها، كلها ترحيب ويعني أخلاق جدا عالية من أهلها تجاه زوارها. بإذن الله لنا زيارات قادمة ونشوفكم في رحلات أخرى. تحياتي لكم.